يسعد اوقاتكم متابعينا بكل خير. اليوم راح نعمل وصفة الشاورما المنزلية بنفس طريقة المطاعم، وممكن تطلع اطيب كمان ان شاء الله. جربوها وتنال اعجابكم، وصفة ولا اسهل من هيك. خلينا نروح لطريقة تحضير الوصفة هاي. طبعا بالمعاها نقدم الخبز مع الصوص الحر، كمان راح اورجيكم كيف طريقة تحضيره، راح احط تفاصيله بصندوق الوصف بالاضافة لتحضير الكريم توم. خلينا نروح لخطوات تحضير الوصفة هاي. نحتاج لعمل الوصفة هاي، أنا اليوم راح أستخدم سطور الدجاج، اللي يريد كمان ممكن يستخدم دجاج كامل مسحب بدون عظم، كمان شغلة اختيارية. هدول بيطلعوا من 5 لـ 6 قطع، تقريبا 6 قطع هدول راح نستخدمهم. المقادير اللي راح نشتغل عليها، نشتغل عليها على هالقطع الدجاج، يعني بيطلعوا مثل ما ذكرنا من 5 لـ 6. نحتاج للوصفة هاي بدي تقريبا 4 فصوص من الثوم، 4 فصوص من الثوم، كوب من المي، هاي تتبيلة البراين راح نسويها ونخليها تقريبا من 15 دقيقة لنص ساعة. بهالأثناء هاي أنا بدي أروح أجهز تتبيلة الشاورما. كثير منا بنشوف فيديوهات على اليوتيوب بيعملوا شاورما أو خلطات، يلي هي بيحط توابل شاورما بتكون مخلطة كلها مجهزة، بس لنعرف شو هي توابل الشاورما. فاليوم نحن راح نعملها بالتفصيل، وإن شاء الله جربوها راح تنال إعجابكم. عندي هذول فصوص الثوم راح أمعسهم شوي عشان تطلع نكهة الثوم بالدجاج، و الإضافات هاي راح نتخلص منها فيما بعد، بس نجهز التتبيلة. راح أحط ملعقة كبيرة من الملح في البداية. طبعا هاي الثوم ضفناه، نسحبك القطع شوي، راح نشوف انه اللون الدجاج تغير من الخل. كمان راح احط خل، ملعقة كبيرة، ملعقة طعام من الخل، شايفين اخوان اللون تغير. هلا راح اورجيكم كيف راح نقطع طريقة تقطيع الدجاج، وهلا خلينا نتركها شوي مثل ما ذكرنا 15 لنص ساعة. اول شي بجيب شغلة بحط فيها التوابل، هلا راح نحط توابل، ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود، راح احط تقريبا ربع ملعقة من ثوم البودرة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، كزبرة بودرة مطحونة ملعقة، هاي دوب شوي بس ما بكتر منها لانه تكون نكهتها قوية كثير. القرنفل شايفين قديش حطيت، شوي رشة صغيرة كثير، هاي رشة صغيرة كمان جوزة الطيب اذا موجودة اختياري، ملعقة صغيرة من الزعتر البري او اوريجانو، بس الزعتر البري بيطلع نكهته كثير طيبة مع وصفة الشاورما هاي، هو اختياري. عندي هلا الشاورما راح اتخلص من مي، بنشفها كثير منيح عشان ابدا بتقطيع الدجاج ونتبلها. اخواني هاي الدجاج تخلصنا من المي، نشفت عليه ما ظل مي نهائيا، راح نبلش هلا نبدا بالتقطيع. شكل التقطيع شايفين الصدر، الخطوط الصدر صايره الشكل هذا، نقطعها عشان لما تقطيعتنا تكون صحيحه، لما نرجع ونشتغل الشاورما طبعا ما راح تطلع معنا مكسره او تتفتفت معنا. هلا راح نبدا بالتقطيع، شكل هذا شرائح رفيعة كتير. عم قص بهدوء وعم قرب الكاميرا عشان تطلع معاكم نفس التقطيع هاي، شايفين هيك بنكفي كامل قطعة الدجاج. نرجع لكم بس نخلص القطعة عشان ما يطول معانا الوقت الفيديو، خليكم معنا. اخواني هاي الدجاج قطعناه وخلصنا، التتبيلة اللي خلطناها من شوي شايفين هاي التتبيلة خلطناها، راح اخذ بس ملعقتين كبار منها، حتى ممكن التتبيلة هاي ممكن تصير على، ممكن نسوي على مرتين، مرة ثانية ممكن نخليها بس نحتفظ فيها بعلبة تكون محكمة الاغلاق عشان ما تطلع ريحة التوابل. هاي ملعقة، هاي ملعقتين، راح احط حبة ثوم وحدة مع هاي، حبة ثوم وحدة فقط، هاي تومة حبة وحدة فرمتها كثير ناعم حطيتها. عندي حبة
حامض، نص راح اعصرها ونص الثاني اقطعه شرايح انزله مع الدجاج عشان نكهة الدجاج تطلع اطيب. هاي نص الحبة قطعت الشرايح، ونص الثاني اشيل عنه البزر ونعصرها شوي، نضيف عصير الليمون، ملعقة صغيرة من الشطة أو الهريسة حسب تسمية كل بلد. طبعا المقادير راح أحط لكم إياها بصندوق الوصف، وراح أحط طريقة تحضير كريم توم. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، طبعا هون ملعقتين كبار من مي، هون نص كوب زيت. هلا صارت تتبيلتنا جاهزة، نخلطها وراح احطها بالبراد. قبل ما راح احطها بالبراد، دي الشغله بدي اضيف عليها، راح اضيف تقريبا 6 حبات من الهيل، 6 حبات هيل. راح شوي حبه الهيل بكسرها شوي، افتحها شوي لحبه الهيل عشان تعطي نكهه كمان مع التتبيله. عندنا هاي التتبيله هاي محتفظ فيها للمره الجايه، ممكن لنفس المقادير الدجاج، نفس المقادير الدجاج. شايفين اخواني حبات الهيل؟ طبعا تفضل شوي حبه الهيل اكسرها شوي عشان تطلع نكهة الهيل افضل. هلا نخلطهم ونخليها ترتاح، كل ما ارتاحت التتبيلة مع اخذ التوابل تطلع نكهتها اطيب. يعني ممكن نخليها ساعتين، ممكن نص ساعة، ممكن كل ما زاد الوقت كل ما عطت نتيجة وطعم افضل. هلا راح نخلطها، اغطيها واحطها بالبراد، نرجع لكم لفترة تجهيز الشاورما. خليكم معنا. واني هاي الشاورما بعد ما ريحناها، طبعا ريحتها غير شكل، كل ما ظلت بالتتبيلة كل ما اعطت نتيجة افضل. لو خلي مثلا نعملها اليوم نخليها ثاني يوم تكون افضل. طبعا انا ما راح اعملها كلها في مقلاة واحدة او طاسة او طاوة، راح اعملها على ثنتين، اقسم الكمية على اثنين، لانه اذا حطينا الكامل كمية في طاسة واحدة او مقلاة واحدة راح تبين مثل مسلوقة. طبعا طنشات الليمون واحنا عم نحرك الدجاج راح نتخلص منه. انا ضفت كمية الزيت اكثر عشان تكون تطلع لما تكون تجهز راح يطلع منها الزيت، تكون هيك مسأسة شوي. نحط الخبزة ونحط الدجاج واي حشوة اللي بدنا اياها شغلة اختيارية ترجع كواي. نص نزلتها هون، النص الثاني حتى حبات الهيل لانه عديتهم انا اثناء تحريك الدجاج راح اطالعهم ما بخليهم، حتى هيك ما بياخذوا وقت اذا قسمتهم او حطيته على الدفعات، لانه اذا حطيتهم كلهم مره واحده راح يصير الدجاج كانه مسلوق، ما راح يطلع هيك كانه محمص في نكهه الشاورما. نقلبها شوي، تكوني ريحتها كثير كثير طيبه، جربوها وان شاء الله راح تنال اعجابكم. طبقوا الوصفه بحذافيرها حتى تاخذوا نفس النتيجه اللي انا بشوفها قدامي. هلا اخواني هلا صار الدجاج عندي جاهز مستوي، راح اشيله مع النار. هلا انا عندي هون خبز رقيق، خبز رقيق او خبز صاج، اي الخبز متوفر موجود معاكم. ممكن خبز التورتيلا كمان بيمشي حاله، بيطلع كثير منيح. طوي هاي الخبز هذا راح اغمسه بالزيت اللي موجود بالشاورما عشان يعطيها نكهه وطعم اطيب. هلا الشكل هذا طبية الخبز. طبعا انا مجهز عندي هون كبيس خيار، طماطم وشرائح الليمون، وعندي كريم توم. منزل الوصفة هاي قبل بالقناة وراح انزلها بصندوق الوصف رابط التحضيرة. وعندي هذا الصوص الاحمر، هو عبارة عن نفس الكريم توم مضاف له دبس رمان وشطة، يعني 3 ملاعق من الكريم توم حطولها على حسب ما انتم بدكم الحرارة. يعني اذا كانت كمية حارة كتير ممكن ملعقة، ممكن نص ملعقة، مع تقريبا 2 ملعقة كبار من دبس الرمان. بتخلطوها بيطلع معنا نفس النتيجة. هذا الصوص كمان طعمته كتير كتير طيبة مع الشاورما، جربوه ان شاء الله راح تنال اعجابكم. هلا راح ادهن شوية كريم توم، ننزل الدجاج. اخواني هاي السندويشة الثانية، كريم توم على حسب رغبتكم. لو لاحظتوا انا لما تبلت الدجاج ما حطيت ملح، لانه في البداية حطيت ملح وراح احط مخلل خيار، كبيس خيار كمان في ملوحة، فانا انتبه على الشغلة كتير.
تطلع ملوحتها طبيعية. هلا الجنب هذا والجنب الثاني مسكرها ونلفها. هلا اخذها باي طاسة او اي شيء موجود عندنا للشوي. هلا نفس الطاسة كان فيها دجاج، شلت الدجاج بعد ما خلص معي، راح اشوي فيها هون الدجاج، او اذا عندكم جريل كمان ممكن نمشي لحاله. هلا هون على نار وسط هاي الصلصة، راح ازين فيها بس طبق جانبي وخلي خبزة كبيرة ما قصة. بس للتزيين مع الشاورما، هاي الخبزة اللي بتقدم مع الشاورما، الشاورما العربي. هلا طويها هيك بطويها. كمان بشويها وارجع بقطعها. شويناها من الجنب الاول، قلبناها على الجنب الثاني، انتبه شوي عشان ما تفتن معانا الخبزة. شايفين قرمشها، قرمش الخبزة، لو كان خبز تورتيلا كمان بيطلع منيح. واني هلا هيك صارت جاهزة. هلا هيك بعد ما شويناها هي نجي للمرحلة الأخيرة، مرحلة التقديم. هلا بورجيكم كيف كمان راح نقدمها. شغلة اختيارية كمان ترجع، بس هي بس فكرة. راح نشيلهم، هلا راح أشوي هي كمان نفس الشيء. هلا نقصهم. هذا طبق التقديم، كل الصوص الأحمر نفس الشيء. ننزل قطع الشاورما. اخواني هاي وصفتنا صارت جاهزة. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى يكون الوصفة نالت اعجابكم. شكرا للمتابعة ونهاركم سعيد، ونلتقيكم بوصفات جديدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس ليصلكم الجديد. اذا عجبكم الفيديو اعملوا المشاركة ليصل لعدد كبير من المشتركين.